وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كريم فاضلة عن حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذا الحديث من حيث التخريج رواه أبو داود في سننه وسكت عنه، وأيضا رواه الترمذي في سننه وحسنه، وجاء أيضا من جاء من رواية ابن عمر، وجاء من رواية علي بن أبي طالب. وهذا الحديث حسنه قوم وعله قوم آخر. ولذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول: وقد اختلف في هذا الحديث، فصححه ابن حبان وعلله غيره، يعني وأعله غيره. وعلته أنهم رحمة الله على الجميع قالوا هذا فيه محمد بن مهران القرشي، ومحمد بن مهران القرشي فيه كلام يسير. يقول الحافظ بن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وروى عنه شعبة، ونحن نعرف أن شعبة لا يروي إلا عن الثقات. فمثله حسن الحديث إن شاء الله، مثله حسن الحديث إن شاء الله، وهذا هو الأقرب إن شاء الله أنه حسن الحديث. ممن صحح الإسناد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد، وممن حسن الإسناد الشيخ الألباني رحمه الله، وممن حسن الإسناد أيضا الإمام الترمذي قال حسن غريب، وممن صححه ابن حبان رحمة الله على الجميع، وممن أيضا صححه الشيخ بن باز رحمه الله قال رواه الترمذي وأحمد وجماعة بسند صحيح كما في فتاوى نور على الدرب، وممن حسنه أيضا الشيخ شعيب في تعليقه على ابن حبان. وسئلت اللجنة الدائمة عن هذا الحديث فقالت: لا بأس بصلاة 4 ركعات قبل العصر، بل ذلك مستحب، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود الترمذي وحسنه. ويستحب أن يسلم المصلي من كل ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وبالله التوفيق. وقال الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: يستحب، والحديث لا بأس به، وهو حديث صحيح يدل على شرعية الصلاة 4 قبل العصر بتسليمتين، هذا هو الأفضل، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. انتهى من الفتاوى نور على الدرب. وطبعا هذه ليست الرواتب، الرواتب 12: 4 قبل الظهر، 2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وركعتي الفجر، كما جاء من حديث ميمونة في الصحيح، كما جاء في حديث ميمونة في الصحيح. ولذلك قال أيضا فتاوى نور على الدرب الشيخ بن باز قال: وهي سنة وقربة وطاعة بعد دخول الوقت. لأن بعض الناس فهم من صلى قبل العصر 4 يعني قبل دخول الوقت، لا، المقصود بها بعد دخول الوقت، وتصلى 2 2. والشيخ الألباني قال: لا بأس بصلاة النهار أن تكون متصلة 4 بتشهد واحد وسلام، يعني لا تشابه الظهر يجلس بعد ركعتين، لا، يسردها 4 ويتشهد في آخرها ويسلم. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أيضا في هذا الحديث، حديث ابن عمر رحمه الله امرأ صلى قبل العصر 4، فقال فيه ما قال، لأن من أهل العلم من ضعفه ومنه من حسنه، وأظن بعض العلماء أيضا صححه، يعني يقصد أحمد شاكر، يقصد الشيخ الألباني، يقصد الشيخ بن باز رحمه الله على الجميع. فإذا عمل به الإنسان رجاء الثواب فإنه يرجى له الحصول على الثواب، وهو رحمة الله عز وجل كما جاء في الحديث. ثم نوه أن هذا ليس من الراتبة، ولذلك قال: ليس للعصر راتبة، لا قبلها ولا بعدها، لكن هذا من النوافل، هذا من النوافل. انتهى من حديث من فتاوى في نور على الدرب رحمه الله. نعم، هذا هو الذي ورد أيها الكرام الفضلاء في هذا الحديث، علينا أن نهتبله وألا نترك ذلك. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده عن الله على ذكري، وصلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أبي وأخي وعمي
وجميع المسلمين احفظ ولي على طاعتك وارزقني برها يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، واجعلنا من عبادك الموفقين، ويسر امورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، انك على كل شيء قدير. باجابه جديده تم تحرير صوتيا في ظهيره يوم السبت ل18 خلونا من رجب الفرد الاصم الاصب الحرام لعام 43 و400 ألف من نجاة عدنان عليه الصلاة والسلام. وننوه ونقول لا يصح خصوص شهر رجب بعبادة مخصوصة كصلاة مخصوصة أو صيام مخصوص أو عمرة مخصوصة أو صدقة مخصوصة، فإن كل هذا من البدع، كما قاله ابن رجب في لطائف المعارف واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم رحمة الله على الجميع. نجنا الله وإياكم من البدع، وسلامنا لرمضان، وتسلمنا متقبلا يا عزيز ويا رحمن. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.